وصايا خبير بنفسي، كيف سيساعدني؟ قلت في نفسي، فأجاب: لا تقلق، بعد ملاحظاتي عنك قد تستعملها لتجاوز ما ينقصك. فقلت: حسنا، إذن أجبني عن بعض من أسئلتي أولا. هل يراني البشر وأنا أتحدث إلى سراب في رأسي؟ هل أنا في أعينهم مجنون؟ فأجابني: الكل يتحدث مع سعيه في حياته ويبحث عن الحياة حسب رؤيته لها، فأنت لست غريبا في أعين من لم يحيا بعد، فمجتمعك مليء بأمثالك، لكن نظرتهم الدونية لكم ما تجعلكم لا تبالون بهم. سألته مرة أخرى: بمن أثق وما صحة وجود من أرى؟ فأجابني مجددا: ثق بما تريد أن تصبح فقط، فأغلب من بمحيطك تراه ميتا هم يوجدون فعلا، وهناك أحياء ميتون في خيالك وأحياء تحيا فيك مثلي. صمت قليلا ثم قال: المهم، إليك ما وجدت لأجله، استعمل نصائحي على المدى البعيد. لدي ثلاثة لك: فنجو، وإن تسقط تكون قد أخللت بواحدة. أولا، لا تنصت لمخاوفك، إنها مغناطيس لما ستكون، قد تزج بك ضمن احتمالاتك الصغيرة حيث لا تريد أن تكون، فتبني شخصية جديدة فيك تذكرك بها. ثانيا، لا تخبر أحدا فتنهار وتخلق من يخبرك دون أن تسمع بأنك فعلت وأنت لم تفعل، بل وتهمل ما قد تفعل. اترك ما مر معك وما تطمح إليه لنفسك لتبلغه. آه، لو جزمت أني لم أوجد لوحدي معك لحذرتك من أن تخبر نفسك. فصمت قليلا بعدها، سألته عن الثالثة فقال: لا تنتظر من أحد إخبارك بكل ما يملك، ذاك أساس وجوده، لن يحب إحساسه بعدم وجوده. فأكمل: هذا يكفيك، خذ نفسا عميقا واتخذ قراراتك. لن أذهب بعيدا، سأظهر حينما يريدون. فقاطعته لوهلة وقلت: إلى أين؟ فأجاب بصوت متكرر: إلى داخلك. اختفى من أمامي بلطف، فبدت علي ملامح الخوف كأني لم أصدق ما رأيت، ثم بدأت شكوكي حول كوني أحلم. تشنج ظهري مرارا ولم أستطع النهوض من مكاني، وكأنني أصارع نفسي مرة أخرى. بدأت احتمالاتي لكوني مصابا بمرض عقلي تتزايد. بعد غفوتي في سبات خفيف نهضت قائلا: جئت هنا لأعرف من أنا. فقدت نفسي إلى المبنى شبه الخرب، لاحظت أن المنطقة صارت نائية لوهلة، وأنا أمشي نحوه تبين لي وجود حائط يحيط بالمكان مسبوق بلافتة مكتوب عليها اسم المبنى: آن إيكور. تجاهلت اللافتة ومررت إلى السور لأتجاوزه، ما إن أقفز حتى أرى بابا يقود إلى الداخل، بل ولمحت عيناي ضوءا قادما من الداخل كأنه مصباح منسي. ما طبع في بالي أن المنزل فيه أحد، وأنا أخطط للعودة إلى البيت وترك ذلك المختبئ هناك لشأنه، حتى لمحت عيني جملة على جدار المبنى: وقد يكون نورا يشفيك. حفرت في بالي تلك الكلمة وتساءلت: هل يستهدفني أحدهم إلى هذا المكان أم هي صدفة؟ قررت أن أعرف بنفسي، فرميت بنفسي داخل جدران المبنى. بدوت كأني أبحث عن كنز مفقود أو أثمن. رحت إلى باب المبنى لأتفاجأ أنه مفتوح، صارعت بالدخول لكن لم أجد أحدا هناك سوى أوان وأدراج وأتات وأشياء باهتة كانت رمادية، أو أن الغبار غطاها بالكامل. تبين لي أن أحدا لم يأتي إلى هنا منذ زمن بعيد. بدأت أتوتر حيث تشنجت ذاكرتي إثر ظني بزيارتي سابقا للمكان. كان أمر رؤيتي لما عليه ذاك البيت مألوفا، كأني أزوره كل يوم وأعيش إحساسا داخله. بعد تواني قلت في نفسي: لا يوجد شيء هنا، أظن أني أحتاج الذهاب للمستشفى حين أخرج.
ما إن أتجه للخروج حتى بدأت الأواني بالارتجاف، حتى ظننت أن المبنى سينهار عليه.